أستاذ عبد الله، شخصية محسن كارهينها العالم، مستفزة للعالم، وهذا يعني دليل نجاح. كيف يعني وصلت لذا الكاركتر يعني؟ الحوار أول شيء الشخصية باينة أنه فيه عنده إشكالية مع أخوه من الأساس، يعني فيه غيرة بالجزء الأول. وأنا في نظري أنه هو ذكي وطموح بس بزاوية مختلفة، رايح في جهة مختلفة عنه، ويبي يوصل بسرعة، يبي يصل إلى يعني يحقق النجاح بأسرع ما يمكن. الجزء الثاني أنا أضفت الحوار عادي، بس أنا يعني أنه حاولت أني أخلي المتلقي أضفت أنه يتنرفز. واو. يتنرفز يعني يعني الحوار مكتوب عادي جدا، بس أنه كيف أنت تحسس المشاهد تعمله نيرفز، وهذا بيئة الأداء وتكنيك ممثل إلى آخره. فبالتالي زاد الكره. وأكبر دليل أنه الكره اللي زاد في الحلقات الأخيرة عندما حاول أنه يستعطفهم، أنا أعتبره هذا ذكاء، ذكاء منه هو كمحسن أنه مثل على الأم وعلى الأخوان هذا، لأنه هو فرحان من الداخل أنه الولد مو بابنه، وهذه هي قضيته الأساسية. بالتالي صاير عنده، فأنا أقول هو تطور من الجزء الأول للجزء الثاني. الشخصية مزعجة، وأنا نفسي تأثرت